اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معايا كابتن مصر ونجم النادي الاهلي السابق كابتن هشام حنفي ونجم الكره السمراء وكواليسها ماهر جنينه. كابتن هشام مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، تحياتي. الحمد لله كله تمام، انت كمان وحشني كتير يا كابتن والله. ايه البلوفر الشيك والقفله الشيك دي؟ الحمد لله، يعني من بتعلم منك كابتن. انا عندي معلومه ان بعد الساعه 12 ما دام ما تنزلكش كده على البرد عشان البرد. صح ولا غلط؟ والله كنت مش عارف اقول لك ايه، بس يعني دلوقتي انت يعني هنا ولا قالوا لي اقفل الزرار. طب مش عارف افتح الزرار ولا اقفل الزرار. والله حيروني. ما تسمعش كلام حد يا كابتن. اسمع كلام مين؟ طيب بس حاضر. مش كلام حد تاني. حاضر يا كابتن، انا اسف يا كابتن. وبعدين بقيت انت معانا بالليل وايه معانا الصبح في الراديو. العيله يا كابتن، العيله كلها قافلين. ربنا يخليكم لبعض يا رب دايما. حبيبي يا كابتن ماهر، مشرفني النهارده. وانا بتشرف بوجودي مع حضرتك كابتن سيف، واكيد بوجود كابتن هشام. يعني بعض الناس الكوره نجم الكواليس دي وبتاع، تعب الناس كده. اكيد مضايقه بعض الناس شويه، بس يعني الحمد لله. مش خد الحاجات دي عادي، لازم تبسطك عادي. لا عادي، ما عنديش اي مشكله، كل الناس زمايلي، ما عنديش اي مشكله. بتقبل النقد من اي حد، اللي يكتب اي حاجه يكتبها، ما عنديش اي مشكله، بس الحقيقه بتبان في الاخر يعني. انت عارف ان انا كده، انا اي حد مثلا بعمل حاجه يعني ما حد ينتقدني، اقعد افكر لو حاجه غلط خلاص. لما بعمل حاجه ربنا يكرمنا كده في حاجه كويسه، ولا مثلا حد بيترق وبتاع، فاقوم معلق له واعمل له قلوب وبتاع مش عارف ايه، مع الوقت ليه يزهق او يحس ان هو يعني الدخله دي غلط وبتاع. فخليك رويح يعني. اكيد اكيد يا كابتن سيف. كابتن هشام، سريعا كده يعني نخش في نادي الاهلي. موسيماني اظن اخذ العلامه الكامله حتى الان. طبعا اداء ونتيجه واستقرارا، يعني بصراحه حتى الان هو رقم واحد بصراحه. يعني وجهه نظري يعني فنيا اداريا للمباريات هو الاحسن، تهديفيا النادي الاهلي اعلى. بريستاو لعيب كبير. بريستاو لعيب كبير طبعا، ما انا قلت لك الحلقه اللي قبل الفيديو. مكسوني لسه ما ظهرش بالشكل الكبير، لكن هو امكانياته كبيره، مع اللياقه العاليه البدنيه انها توصل له اعلى. يعني خلي بالك كابتن، انت بتطلع تدريجي، فلما يوصل لاعلى فورمه انا اعتقد ان هو هيبقى في حته تانية هو كمان. ايه رايك من اللي بيعلق دايما يقول لك ايه يا عم ده الاهلي كسب 3، يقول لك يا عم بيلعب مع الاسماعيلي. ايوه بس بعد كده يا عم سموحه. ايوه بس في الزمالك. انت بتتكلم في اكبر فرقه في الدوري، فاهم انت؟ فاهم انت ماشي ازاي؟ مستويات لا طبعا يعني. وده العجيب يا كابتن، ده العجيب. شيء غريب يعني، شيء غريب ان انت بتكسب انديه كبيره جدا وعريقه واسامي كبيره طبعا، بتنافس بشكل كبير. يعني الاسامي دي انت بتكسبها لان مش يومها وانت عندك الافضليه، تمام؟ لكن يظل انديه كبيره واسامي كبيره، ما فيش شك طبعا. هو الكوره ممكن يبقى واحد في يوم وواحد مش في يوم، بس ولكن في دايما كده ثوابت يا كابتن. ثوابت دي ان الفرقه قويه، عندك سكواد قوي، عندك لعيبه جامده. هو ده اللي انا اتكلمت معاه قبل كده ومع خالد غندور لما قعدنا نقاوح بعض، ان النادي الاهلي اتقل. النادي الاهلي لما هيوصل لفورمه كبيره، النادي الاهلي ما حدش عارف يقف قصاده. حتى لما الناس وقفت قصاده اللي هو البنك الاهلي وعمل مباراه كبيره جدا خالد جلال مع النادي الاهلي، وتكتيكيا وتنظيميا في الملعب، بس في الاخر الاهلي عنده حلول. هو انت ليه النهارده حضرتك ما بتتكلمش على الفرقه اللي بتهاجم وبتضيع وبتوصل، وعمال تقول اصل المقاولين او البنك الاهلي عمل دفاع مستميت، الاهلي ما عرفش يخترقه؟ طب ما في الاخر كسب الاهلي، ما هو في الاخر كسب. هي 90 دقيقه البنك الاهلي انت قلت؟ البنك الاهلي في مع الزمالك. لا، البنك الاهلي لعب مع الزمالك. الاهلي لعب مع المقاولين، الاهلي كسب 1-0. الاهلي 1-0. فعشان كده بقول لحضرتك، هو الشوط الثاني كابتن خالد جلال فتح الجيم لما دخل في مرمى الهدف، فبقى فيه نديه في الاداء، بقى فيه جيم مفتوح، بقى فيه كره حلوه. الدوري اللي هيخلص بدري ولا مكمل للاخر؟ لسه بدري. لا لسه بدري طبعا، لسه بدري. صح بدري. صح كده. كارثيرون اكيد، باتريس كارثيرون مدرب كبير زيه زي بيتسو على الجانب الاخر في النادي الاهلي، هيكمل مع الزمالك. كارثيرون يمتلك عروض كتيره جدا. خلينا نحكي حاجه يعني من باتريس كارثيرون شخصيا، كان بينه وبينه مكالمه النهارده، هو بيوجه رساله لجماهير الزمالك يعني على لسانه اللي انا هقوله ده. باتريس كارثيرون عنده عروض كبيره جدا، لكن هو يتمنى بقائه في الزمالك، وبيوعد جماهير الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا. لكن أكيد باتريس كارثيرون أو أي مدرب يتواجد في النادي الأهلي والزمالك، النادي الأهلي والزمالك بيفتح له خيوط إن هو يكون مدرب بعد كده في الخليج. كارثيرون قبل كده كان متواجد في النادي الزمالك وذهب الخليج مرتين تقريبا، درب قبل كده النصر في الخليج، وعنده عروض أخرى، لكن هو يريد البقاء مع الزمالك، يريد بطولة دوري أبطال أفريقيا مع الزمالك زيه زي بيتسو مع النادي الأهلي. قعدت ترقصني، ما فهمتش منك حاجة. قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ ليه يا كابتن؟ قول لي يا كابتن ليه؟ ما فيهاش حاجة عادي يعني. كارثيرون أصلاً ماضي في الزمالك. أكيد.
يريد ان يستمر في الزمالك. طب ما يكمل يعني مكمل في الزمالك اكيد، لكن جاله عروض، الراجل عنده عروض دلوقتي على الترابيزه. ايه بس هو الراجل عنده عهد مع الزمالك اكيد، عنده عروض من الخليج بارقام اعلى من نادي الزمالك، عنده عروض كبيره جدا من منطقه الكلمه الخليج. بتاعت بس هو عايز يكمل في الزمالك. طب ما هيكمل، ما يكمل، ولو عايز يكمل في الزمالك وهيروح الزمالك يقول لهم انا جاي لي عروض ونتكلم. لا مش باترس مش من نوعيه المدربين اللي بتعمل كده. طيب باترس من إيه؟ نوعيه المدربين، هو خلاص مع عقده في الفتره الحاليه مع نادي الزمالك. في حته كده واقفه معاك مش فاهمها ولا انا فاهم غلط؟ لا لا كابتن، انا بقول لحضرتك الوضع ماشي ازاي. لان ظهر امبارح بعض التقارير الصحفيه بتقول ان باترس جاي له عروض، وعلى اساس كده بدات جماهير نادي الزمالك تتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني باترس موجود في الزمالك، باترس باقي في الزمالك وموجود في الزمالك، ويوعد جماهير نادي الزمالك ببطوله دوري ابطال. هل الموضوع بتاع المدرب العام والقصص دي تشغله ولا في تفاهم مع الاداره؟ اكيد باترس كارترون مدرب كبير بيجيد التعامل في النقط دي، ومر عليه يعني النقط دي بشكل كبير جدا. اكيد لو بينه وبين مجلس اداره نادي الزمالك اجتماع وقعدوا مع بعض، اكيد الاثنين هيوصلوا لنقطه حل، لانه الاثنين عايزين مصلحه الزمالك، سواء مجلس اداره نادي الزمالك المتواجد حاليا برئاسه المستشار مرتضى منصور، او باترس كارترون اللي هو بيريد ان هو يكمل مع الزمالك، لانه عنده منافسه مهمه جدا وهي بطوله دوري ابطال افريقيا. بن شرقي مكمل؟ لا بن شرقي يعني حتى الان يعني، او حتى مجيء قبل مجيء مجلس اداره نادي الزمالك المتواجد في الفتره الحاليه، بن شرقي كان عنده عروض في الخليج وما زال عنده عروض في الخليج. انا عجبني جدا تصريح مرتضى منصور اللي هو لو بن شرقي ماضي في اي حته قول لنا نعمل لك حفله تكريم وخلاص ومفيش مشكله. يعني عايز يقول ايه؟ انا عايز نهايه القصه بالظبط عشان ما نقعدش نتكلم كتير. بن شرقي عنده على يعني ورق وعروض من وكيله كتيره جدا، لكن حتى الان لسه ما قررش، لكن العروض اللي جايه له اكبر من العرض اللي كان مقدم من اللجنه المؤقته اللي كانت بتدير نادي الزمالك. اكيد اشرف بن شرقي بعد الانتخابات في نادي الزمالك او المجلس المنتخب الجديد اكيد هيبدا يتكلم معاه، لكن هل اشرف بن شرقي هيوقع قبل مجيء مجلس في اداره نادي الزمالك الجديد؟ وارد ان هو يوقع، وكيله الان متواجد في قطر وقعد مع بعض الانديه القطريه. مونتيري المكسيكي وضربه البدايه لكاس العالم للانديه، هو اختيار جيد للنادي الاهلي وطموحات النادي الاهلي وهو رايح، ودايما شعار النادي الاهلي اتقدم خطوه او اطلع سلمه. ايه السلمه بعد الثالث العالم للانديه؟ في طموح كبير وصل للنادي الاهلي واداره النادي الاهلي وجماهيره ان هو يحقق اللقب. يعني هي مباراه من 90 دقيقه، بتلعب فريق قوي، بس انت قدرت انك تكسب ريال مدريد قبل كده، قدرت انك تكسب اي سي روما، قدرت انك تكسب فرق كبيره جدا وعريقه جدا، وحتى لو ماتشات وديه بس انت بتلعب فريق كبير يعني. فالاهلي طموحه الى ما لا نهايه يعني، دايما بيبص لقدام دايما. بس الاهلي ده كانت نتيجته، الفريق ده كانت نتيجته عاليه مع الاهلي قبل. طبعا طبعا، هي فرقه كبيره طبعا. اي فرقه النادي الاهلي هيلعب قصادها اكيد مش ماتش سهل، وانت بتتعلم كل سنه لما تيجي تلعب بيبقى قدامك اهداف، الاهداف دي عشان تتخطاها اكيد بتشتغل عليها، فانت بتشتغل، الاهلي بيشتغل. الاهلي عنده فرقه قويه جدا جدا، عنده سرعات بقت قويه جدا في الخط الهجومي والخط الوسط الملعب، عنده حارس مرمى عملاق. يعني انا شايف الاهلي بصراحه السنه دي هيقدم حاجه كويسه. فهي 90 دقيقه يا كابتن، وارد ان يبقى الفرقه اللي قدامك مش كويسه، وارد ان انت تبقى كويس قوي وتوصل. كره القدم انا شايفها انها ما بتعرفش المستحيل، ما فيش يعني. في مش بس فيها ثوابت طبعا، في ثوابت اكيد، بس في النهايه انا بعمل اللي عليا، وان انا بحاول اوصل واجتهد، لان هي 90 دقيقه ما بين يعني، هو مش بيلعب بثلاث رجول وانا برجلين. هي الجمل الخططيه والتكتيكيه اللي في الملعب، ما انا برضو بعرف انفذ، بعرف اشتغل. ولما تروح تلعب مع فرق كبيره بتبقى فاتحه الجيم، اعتقد انت كمان بتبقى ليك شكل، يا اما بيبان تصنيفك يا اما بتحس انك قريب. وخلي بالك هي مش بعيده، بدليل ان صلاح فين، ما هو بدليل صلاح فين يعني. هتقول لي ان هو صلاح ده مش يعني مش عادي كده، ده مش عادي، ده بيكلم الكوره والكوره. أيوة بتكلمه معاك يعني، ما هو بس في النهايه هو اشتغل على نفسه عشان يوصل لده طبعا. بس ما نسهلش اشتغل ازاي، ما نسهلش المنتاليتي بقى اعمل ازاي، ما نسهلش انك كل يوم بتجدد حلمك، كل يوم بتجدد طموحك، كل يوم بتجيب هدف، مش الجون اللي بتجيبه بيكسر الدنيا بتقف عليه. انا معاك اكيد، هو عشان قبل ما يجيب الجون هو في مراحل قبليها هي اللي بتخليه ان هو يوصل يجيب الجون. انت شفت اخر جون يا كابتن في الماتش الاخير، مش فاكر ماتش ايه، الكوره اللي هو قطع لجوه كده ورقص المدافع من غير ما يلمس كوره، يعني يلمس الكوره هي عدت بعينيه. يعني هو الراجل فاهم بعينيه، الراجل راح قطم خالص وقام في الجون. هي هقول لك حاجه، لا هي وصلت ان اللعيبه بقت تخاف تخش على صلاح.
لدرجه ان يعني لا اللعيبه بيشتغلوا على التوقع يعني مش عارف هو هيعدي يعني اللعيب من سرعته بالزبط. بقى بيشتغلوا على التوقع صح. مش بيروح معاه بعينيه ودي اول ترقص. مره اشوفها اول مره اشوف مدافع يشتغل على التوقع يقفل على جوه بمجرد ان هو توقع ان انا هقطه والله مش بهزر يعني في لعيبه كتير قوي لو كانت خدت الفرصه ويعني واشتغلت زي صلاح في اوروبا انا شايف ان هم كانوا يبقوا حته تانية يعني وليد صلاح مصريين قصدك حازم امام عبد الستار صبري الثلاثه دول المهاريين بجد اللي هو ممكن يعصك وانت مش عارف هتعمل ايه انت مش عارف هتروح فين بقى انهي حته يعني هتعمل كده بس صلاح بقى زي ما انت حضرتك بتقول هو اشتغل ازاي على نفسه عشان يوصل صح. للمرحله دي نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل مكملين معاكم كابتن هشام حنفي وماهر جنينه بعد الفاصل نرجع بقى ونتكلم شويه عن الدوري المصري وفرق الدوري المصري وقبل ما اتكلم على الدوري المصري هتكلم نقطه شويه تخص اللعيبه الافارقه بس هتكلم فيها الكابتن هشام مش ماهر اللعيبه الافارقه في دايما معلومه ان اللعيب الافريقي بنجيبه هنا بارقام كبيره جدا وهو في اي حته بياخد ارقام اقل من كده بكتير مع انك انت جايبه نادي كبير جدا جدا ما هو الوكيل بقى هنا ده دور الوكيل والنادي بقى المفروض يعني يعني تعال يقول لك اللاعب اللي هيروح النادي الكبير ممكن يضحي هو لازم يضحي طبعا لان هو رايح الاهلي والزمالك لازم يضحي ممكن بياخد اربع خمس اضعاف بياخد اكتر اكتر من اللعيبه المصريه اللي موجوده اللي هي نجوم فانا ما اعرفش ازاي يعني عشان كده بقول لحضرتك هو الوكيل هو اللي بيعمل كده هو الوكيل هو اللي بيتصرف فمش فاهم على ايه يعني يعني انا افتكر مثلا احمد فيليكس لما جه خمس سنين ب 50000 دولار ولا مش عارف 30000 دولار حاجه كده خمس سنين كله والله فيعني وكان كل شويه يقعد يقول لهم لما اجيب جون انا مش هاخد فلوس انا مش هاخد فلوس والله كان هو لغايه لما اتعلم بقى عربي بقى يروح للكابتن صالح عشان رحمه الله عليه عشان يقول له انا مظلوم انا مظلوم انا عايز فلوس انا جاي من بلدي عشان انا عايز فلوس فيعني ده كان بيضحي بس هو بقى فين بقى بعد كده يعني بعد تاني سنه مع النادي الاهلي تحديدا ورجوع حسام ابراهيم من سويسرا فعلا الفرقه بقت في حته تانية خالص وهو بقى في حته تانية خالص فبدا ياخد فلوس فعلا علوا له الفلوس بتاعته لكن انت النهارده انت بتجيب لعيبه واصلا انت مش عارف هي هتكمل معاك ولا مش هتكمل معاك هي دي بقى المشكله ان انت الرؤيه الفنيه نفسها مش موجوده فده غلط لان انت في النهايه انت عندك عشان كده في النادي الاهلي في لجنه تخطيط كان في لجنه فنيه قبل كده في مناقشات كتير جدا وهتلاقي دايما موسيماني بيتكلم على لجنه التخطيط انا عايز فلان انا عايز علان طب هيجي بكذا طب لا طب احنا ممكن نجيب كذا الحاجات دي موجوده في النادي مش هيخش في الحته دي هيكون ليه انا اعتقد اعتقد يعني طبعا انا ببارك اكيد طبعا للكابتن محمود الخطيب وقائمته بالكامل وهو ده النادي الاهلي وكابتن محمود نفسه كمان قال ان حسام غالي هيبقى في حته تانية ان هو هيقوم بمهام كتيره تخص الكوره يعني فانا شايف ان حسام يقدر بشخصيته وكاريزمته واحترافه بقى وفكره ان هو هيبقى في حته تانية مع اللعيبه وهياخد ملف الكوره ده انا اعتقد ان هيبقى مميز يعني الفتره اللي جايه ليه الاسعار دايما ان احنا بندفع فيها كتير كده بص يا كابتن يعني تحديدا النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها نقطه مهمه جدا النهارده في الدوري المصري النادي الاهلي والنادي الزمالك وصلوا لمرحله ان هم بيفضلوا ان هم يجيبوا اللاعب الافريقي الجاهز يعني النهارده النادي الاهلي والزمالك كل اللعيبه الافارقه اللي عندهم بتلعب في منتخبات بلادهم من افضل اللعيبه مطلوبين في كل انديه الخليج صح اشرف بن شرقي منتخب المغرب سيف الدين الجزيري منتخب تونس على الجانب الاخر علي معلول اليو ديانج بيرسيتاو معظم كل اللعيبه اللي في الاهلي والزمالك النهارده وصلوا لاعلى مرحله في كره القدم في افريقيا ليه النادي الاهلي والزمالك عندهم ميزانيه كبيره جدا بتقدر تدفع المرتبات دي على الجانب الاخر الفرق الاخرى اختياراتها في اللعيبه بتكون اختيارات عايزين لاعب مسجل 10 اهداف في الدوري النيجيري 10 اهداف في الدوري الغاني ده بالنسبه لهم لاعب في المتناول اجره هيكون في المتناول يقدر يجيبه فرقته ولكن بعد ما بيجيبه فرقته بيكتشف ان في فرق كبير جدا انك تلعب في دوري في القاره الافريقيه وتسجل 20 هدف وانك تلعب في الدوري الاقوى في افريقيا اللي هو الدوري المصري وتلاقي مستوى اللاعب هزيل جدا دي نقطه مهمه جدا في اختيارات اللعيبه النقطه بقى الاهم يعني ويجب ننظر اليها بشكل يعني اكبر تحديدا مع الفرق اللي هي غير النادي الاهلي والزمالك ويجب برضو نادي الاهلي والزمالك ينظروا اليها ان احنا ما بنجيبش اللاعب الصغير اللي عنده 17 و18 سنه ما فيش العين عندنا اللي تجيب لاعب عنده موهبه
يلعب معانا سنه سنتين ثلاثه ياخد خبرات كبيره جدا وتقدر تبيعه بارقام كبيره جدا وتستثمر من خلاله. النهارده الدوري الفرنسي كل الانديه اللي في فرنسا ما عدا الثلاث او الاربع فرق الكبار بتتجه للنقطه دي تحديدا، تفتح اكاديميات في القاره الافريقيه، تبدا تجيب لعيبه اعمارها 17 سنه ل 19 سنه يلعب سنه او سنتين، بعد كده يكون متواجد في اكبر انديه اوروبا. طيب هرجع لك تاني في الحته دي، بس نروح للناقد الرياضي الكبير الاستاذ شريف عبد القادر من الدوحه، نطمن على المنتخب الوطني. شريف بيه مساء الخير. ازيك يا كابتن، وحشنا والله، وازاي وبرحب بضيوفك كابتن هشام والاستاذ ماهر. ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه، كله كويس؟ الحمد لله تمام، الحمد لله رب. طمنا عند حضرتك الاجواء واجواء البطوله والتحضير ووجود المنتخب الوطني والاهتمام الاعلامي بالمنتخب واستعداداته قبل اللقاء القادم. الاجواء يعني عارف حضرتك متشعبه، يعني اجواء مونديال مصغر على اجواء البلندور على اجواء قرعه مونديال الانديه وردود افعالها، يعني كذا حاجه دخلت في بعض، اجواء الجماهير بقى والاقبال الشديد على تذاكر المباريات في المراكز اللي بيعها في المولات وفي الاماكن المخصصه لبيع التذاكر، يعني في اقبال شديد جدا. طبعا الجاليات العربيه اللي هنا وخاصه مثلا الجاليه المصريه، جاليه جزائريه، جاليه سودانيه، اللبنانيه، جاليات الكبيره المغربيه، الجاليات الكبيره عامله حاله هنا في عمليه بيع شراء التذاكر واجواء، يعني بص مونديال مصغر. اضيف على ذلك بقى الاحداث اللي حصلت طول اليوم ما في الوسطنا بقى الصحفي هنا والاعلامي، عارف ان هنا في اعلاميين مصريين كتير وصحفيين رياضيين كتير هنا في مصر، طبعا ردود افعال القرعه بتاعه كاس العالم للانديه، الاهلي مع مونتيري والديربي ده والديربي العربي اللي بين الهلال والجزيره وطريق الاهلي بالمراس وتاريخ البطوله وتعرضها مع امم افريقيا، فكان محور نقاشات كبيره جدا بين الصحفيين المصريين وحتى الصحفيين العرب الموجودين هنا في البطوله. ايضا حكايه يعني اعلان فوز ميسي حاله جدل كبيره جدا جدا في الاختيار مقارنه بالمنافسين ليفاندوفسكي وجورجينيو وكريستيانو وصلاح اللي طلع سابع، كل ده عامل حاله اجواء يعني جميله واجواء كلها تساؤلات وتبادل اراء وجهات نظر. الى جانب بقى منتخبنا الوطني، منتخبنا الوطني النهارده تمرين مغلق شمل على عده تدريبات تخصصيه، استعدادات طبعا حجازي النهارده اول يوم ليه في التدريب مع المنتخب بعد وصوله امس، بشكل يعني تدريب بقى بشكل رسمي، يعني مش فك عضلات وكده ومرن خفيف، في حاله تركيز شديده جدا. كروش بيتابع كل كبيره وصغيره خلال معسكر المنتخب، الملعب راح زاره، راح زار اماكن التمرين امبارح، المكان المركز الاعلامي او المركز الصحفي اللي هيعقد فيه المؤتمر الصحفي، الفندق، الاقامه، الاكل، كل حاجه بيتابعها بنفسه، وده يعني جديده شويه، يعني في حاجات جديده شويه على يعني التفاصيل اللي جات لنا من داخل المعسكر، يعني في تصرفات جديده لكروش حتى ما كانش بيعملها في مصر بالشكل القوي ده. طبعا حاله يعني تركيز شديد جدا، كابتن احمد حجازي كابتن الفريق ومع الشناوي واللعيبه الكبار في حاله احتواء للاعبين الجداد اللي هم اول مره يكونوا موجودين في المنتخب. فطبعا يعني في تركيز، ده الى جانب بقى الاجواء بقى اللي بنعيشها هنا في انتظارا لحفل افتتاح غدا، الواضح ان هو هيكون بشكل مبهر جدا، هم في حاله تكتم شديده جدا على تفاصيل حفل الافتتاح، لم يعلن اي تفصيله حتى البروفا جنرال، يعني لم نخرج بها باي تفاصيل، المناطق بقى الزحام الشديد على التذاكر خاصه لما عرفنا ان اسعار التذاكر في المتناول، يعني بتبتدي الفئه الثالثه ب 25 ريال وعلى حاجه 90 ريال ده في دور المجموعات، بعد كده بتفضل تعلى كل دور، في دور الثمانيه دور السيمي فاينل في النهائي بتصل ل 245 ريال، ودي اعتقد انها اسعار يعني معقوله صح على حجم البطوله وحجم المنتخبات الموجوده والحالة الاهتمام الشديد من قبل الجاليات الموجودة هنا العربية الموجودة هنا على حضور المباريات بشكل مؤثر، بيع الفانيلات وتيشيرت المنتخب المصري طبعا
رواج كبير جدا هنا، والناس جايه من مصر جايبه تيشيرتات هديه لقرايبها اللي في مصر هنا. حتى القرار اللي طلع النهارده بالحجر لم يمنع المصريين برضو بشكل كبير اللي موجودين هنا، والاجراءات الاحترازيه الشديده جدا النهارده بعد القرار دي برضو خلت برضو كان في بعض المصريين جايين، بس حكايه 7 ايام حجر دي يعني في الناس بقت قلقت شويه، لكن طبعا المصريين الموجودين هنا عارف جاليه كبيره جدا يعني حريصين جدا على حصول على تذاكر المباراه الاولى امام. بشكرك يا فندم، وهنتابع مع حضرتك ان شاء الله باذن الله خلال البطوله، ونكلم حضرتك نطمن ان شاء الله على المنتخب الوطني. تحت امرك. بشكرك شريف بيه، بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ شريف عبد القادر ناقدنا الرياضي الكبير. نقدر ان احنا الموضوع اللعيبه الافارقه نقدر ننزل بالارقام وندور في ارقام قليله نقلل من تكلفه اي نادي بشكل بدل التكاليف اللي احنا بنسمعها الكبيره دي؟ تقدر، بس مش في الاهلي والزمالك والبيراميدز وفيوتشر وفاركو. بعد كده ممكن تقدرش يعني. ما تقدرش في ظل المنافسه دلوقتي والارقام الكبيره، مش هتقدر يعني، صعب جدا يعني. ففي فرق ممكن لما هتبقى عايزه لعيب محترف هتجيب اقل بقى، اللي هي الفرق الاقل شويه في الجدول يعني عشان تسندها، وانا شايف ان ده غلط برضه، لان انت في النهايه اوريدي، طب ما انت عندك لعيب مصري خلاص، لعيب مصري كويس وهيقع من هنا من الفرقه الكبيره لعيبه كويسه، بدل ما تدفع وتكلف نفسك بالدولار، يبقى انا النهارده عندي لعيب مصري قوي اقدر اسند بيه فرقتي مع صعود ناشئين يعني. النهارده ايه الفكر؟ ما النهارده خلينا نتفق يعني، الاسماعيلي بعيد بقاله فتره وبيعاني وزعلانين عليه جدا جدا يعني بصراحه يعني. احسن فرقه كانت بتقدم كره في مصر، الناس كلها كانت بتحب بتستنى تشوف ماتشات الاسماعيلي عشان تستمتع بالكوره. النهارده هو فين من على الساحه؟ اختفى تماما، اختفى تماما من اللعيبه اللي هو كان بيصعدها للفريق الاول. كان هو الاستراتيجي بتاعته ان هو يطلع لعيبه صغيره ويديها الفرصه، وبعد كده تلاقي الاهلي والزمالك بيتخانقوا عليه. النهارده هو فين؟ فانا يهمني جدا ان هو يحط بلان لنفسه، ان انا خلاص انا يا جماعه اوعد الجماهير الاربع سنين اللي جايه، سواء مجلس الاداره يعني، ان هو يقول لهم انا الاربع سنين اللي جايه ببني لكم فريق ينافس على الدوري خلال سنتين او خلال ثلاثه او خلال اربعه، بس يبقى عنده مصداقيه مع الناس ويجيب لعيبه. صح كابتن، انا عايز ارجع بس لنقطه سريعه ثانيه في موضوع اللعيبه الافارقه. يعني النهارده الدوري المصري تحديدا احنا ما بنقبلش ناخد اي لاعب عنده موهبه ويكون سنه صغير. لا، احنا يقول لك لا انا عايز اللاعب عنده 28 سنه، لعب فين قبل كده، سجل اهداف ايه كده، بنبص للنقط دي بس. لدرجه اوباميانج نجم الجابون والارسنال وصل مصر قبل كده واترفض يا كابتن سيف، جه مصر وعمل اختبارات في نادي واترفض من اكبر انديه مصر بدون ذكر اسماء. فيكتور اوسمن ومحمد صلاح اترفض، ومحمد صلاح فيكتور اوسمن اغلى لاعب في افريقيا في الوقت الحالي. انت عايز تقول ان المسؤول بيجيب لعيب يخاطب بيه جمهوره؟ انا جايب لكم ده من الحته الفلانيه، ويا ريته بينجح، يا ريته بينجح كمان. لكن تعالى النهارده الفرق الدوري الفرنسي فاهمين هما بيعملوا ايه. النهارده في السنغال مدرسه اسمها جينيريشن فوت، جينيريشن دي كل سنه بتطلع 20 لعيب بيحترفوا الدوري الفرنسي، خرج منهم ساديو ماني، اكاديميه اسك ابيدجان، منتخب كوتيفوار سنه 2013 اخذ بطوله امم افريقيا 2013 بتسع لعيبه من اكاديميه اسك ابيدجان. يعني دي نقطه يعني احنا عندنا مش بنبص للاعب الصغير، مش بنبص للموهبه، احنا بنبص للعيب اسمه ايه، سجل كام هدف، وممكن ما يكونش صالح انه يلعب في الدوري المصري. لكن لو عندنا فريق بيقدر يبحث عن الموهبه، لا بتبقى الناحيه الاستثماريه هتتطور في عدد كبير من الانديه. صح. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا مع هشام وماهر بعد الفاصل. كل الناس بتفكر وبتقول كيروش ازاي هيفكر في البطوله العربيه؟ لعيبه بتجربها عشان كاس الامم، ولا انت رايح تكسب البطوله العربيه؟ لا بص يا كابتن، هو من وجهه نظر كارلوس كيروش، هو كان في وجهتين نظر عند كارلوس كيروش. وجهه نظر الاولى ان هو قال انا مهمتي الاساسيه مع منتخب مصر ان انا انافس الى الوصول لكاس العالم والمرحله الاخيره من التصفيات. دي وجهه النظر الاولى. وجهه النظر الثانيه اللي بدات تظهر في التصريحات اللي هي من اخر او ثلاث ايام، بيتكلم بيقول لا انا مش معنى ان انا رايح البطوله العربيه ان انا اشارك فقط، لا انا برضو هنافس بطولة أمم أفريقيا، أنا هنافس عليها. الأفضل منتخب مصر يدخل على كل الجبهات ينافس، منتخب مصر ما ينفعش يشارك في بطولة ويطلع منها، معنوياً لعيبة منتخب مصر هتتأثر، خصوصاً حوالي 90% من قوام المنتخب هيكون مشارك في المباراة الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. أنت النهارده عندك بطولة عربية،
بطوله ليست سهله، فيها فرق صعبه جدا، لكن منتخب مصر واسم منتخب مصر ولعبة منتخب مصر تقدر تحققها، بطوله امم افريقيا. ده الاختبار الحقيقي للمرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم. انت النهارده هتقابل نيجيريا في دوري المجموعات، معاك في بطوله امم افريقيا، انتصارك على نيجيريا يعني ان انت بتغلب فريق من فرق التصنيف الاول اللي ممكن برضو تواجهها في المرحله الحاسمه من التصفيات. يجب على كارلوس كيروش ان هو يكون فاهم ان يعني كل الجمهور المصري ومنتخب مصر تحديدا اي بطوله نشارك فيها لا بنطالب ان احنا نحققها. طيب دي وجهه نظرك، لو انت كابتن هشام مكان كيروش تعمل ايه؟ هو اتاثر بالراي العام يا كابتن، لان هو تصريحه الاولاني قال انا رايح البطوله بشارك لكن ما قالش انا هعمل فيها ايه. لما الناس اتكلمت لا ان انت رايح تنافس، انك لازم تكسب، انك لازم يبقى لينا شكل، انك لازم يبقى ليك هويه. ولا بص يا كابتن صرح زي ما تصرح، ابتدت المباراه الاولى والصفاره ولا انسى الكلام ده، بص ولا حد فاكر انت بتقول ايه. بص لا في ناس بتبقى فاكره، في ناس بتبقى فاكره. اذا تواجد المنتخب فتواجد على المنافسه والحساب. أيوة حساب. دي مشكله على فكره، انا مش مع كده. يعني انا مش مع كده، انا كل حاجه ليها هدف، ولكن هي دي الكوره. عارف لو الاهلي بيروح يلعب كاس عالم الانديه فيوصل خطوه ولا تالت، يقول لك طب ما خدش بطوله ليه؟ طب ما كسبتش ليه؟ وكده مع المنتخب وكده مع اي جمهور. يعني حاله الكوره دلوقتي كده السقف على طول عالي. ما هو بس في منتخب مصر لازم يبقى عالي فعلا بجد قوي، لان انت عندك احسن لعيبه، انت رايح في يعني كل البطوله العربيه يعني كلهم يعني قريبين منك جدا جدا، يعني باستثناء فرقتين هم اللي ممكن يبقى المنافسه قويه بينهم. فانت لازم تقيس نفسك انت رايح فين عشان ما تيجي توصل لمرحله امم افريقيا وبعد كده المرحله الاخيره اللي هي كاس العالم، المباراه الاخيره، يبقى انت وصلت بنسبه 90% بشخصيه المنتخب. انا عايز شخصيه منتخب، انا مش فارق معايا نتائج. يعني لو هتسالني انا مش فارق معايا نتائج. زي ما حضرتك بتقول الصفاره وهتلاقي فيه منافسه، وهتلاقي ساعات اقول لك انا كنت بجرب وانا كنت عندي ظروف، لكن في النهايه انا يهمني اداء يا كابتن. الاداء ده هيطمنك انك تلعب بطوله امم افريقيا بقى رايح وانت عندك شخصيه وشفت الاداء. يعني هو رايح يجرب من وجهه نظرك؟ لا هو غير غير التصريح. قال لك لا، قال لك انا هنافس وان شاء الله ارجع بكاس ال يتحاسب عليها؟ يتحاسب. طالما قال يتحاسب عليها. لكن هو حاطط ما بعد كده، هو حاطط يقول لك انا جاي اوصلكم كاس عالم. يعني حتى موضوع امم افريقيا هو بالنسبه له ما اتكلمش فيها كتير. يعني هو كان جيد، ما كانش موفق في البطوله العربيه، تاثر معاه عن وجوده في كاس الامم في حاجه ولا تاثر؟ لان المفهوم عندنا في مصر دايما يا اما بيعليك قوي لو كسبت، يا اما بيحبطك قوي لو خسرت. ما عندكش الوسطيه، او ما عندكش تقول ان انا النهارده لا، انا المنتخب النهارده كان عنده تجربه كويسه، استفدت ان هشام كان كويس، استفدت ان ماهر كان كويس، يبقى المرحله اللي ما بعد كده ادخل عليهم 2-3 كمان، يبقى انا عندي كده منتخب وعندي شخصيه. هو ده اللي انا بتمناه. لكن النهارده مع اول خساره ومع اول مكسب تلاقي يا اما فرحه بالغه يا اما حزن مميت. مين من المجموعه دي يا كابتن كلها اللي انت تقول هيبقوا معاه، مع صلاح ومع النني ومع المجموعه الاساسيه؟ صعب اقول برضه دلوقتي، لان في تريزيجيه. يعني انا تريزيجيه لما هيرجع بالسلامه هيقف على، انا قلتها لك قبل كده، قلت لك تريزيجيه انا بقول لك لما هيرجع هو هيبقى رقم واحد في المكان بتاعه. مش هيدخل عناصر جديده، مش هيدخل. يعني ممكن زيزو، نفس احمد رفعت ياخد فرصه عشان تبقى انت قيمت كل اللعيبه اللي هي كانت كويسه الموسم اللي فات. ما انا لما باجي اختار لعيبه بختارها على الموسم اللي فات اللي هو خلص، فلازم اديهم فرصتهم. احمد رفعت كان في مصر مكسر الدنيا، ولاعيب سريع ولاعيب عنده امكانياته وعنده مراوغه وعنده سرعاته وعنده كل حاجه. كان نفسي يبقى موجود. طارق حامد غيابه خلاص هو ممكن يبقى ليه وجهه نظر فيه، بس في النهايه هو لعيب اساسي بقاله 6 سنين في منتخب مصر. بس اللي خلاه يبقى كده ان ظهور النني لمستواه بقى العالي دلوقتي وتطوره في الكوره ده اللي فرق معاه. السوليه وحمدي فتحي بقى في حته ثانيه. هي الفروق مش كبيره، بس في النهايه في العمر بيفرق، التألق الزياده بيفرق. انا دورك ايه معايا المره دي بيفرق مع الفرقه ولا لا؟ فانا نفسي ان الناس دي تبقى موجوده اكيد الفتره اللي جايه. نفسك الناس تبقى موجوده. هل السنه الجايه يظل يعني مجموعه الافارقه اللي موجودين في الدوري المصري هم ولا في اسامي ممكن ما تكونش موجوده؟ لا اكيد في فرق كتير عايزه تغير اكتر من، يعني انا عرفت مثلا ان الاسماعيلي عايز يغير الافارقه اللي عندهم كلهم. بعض الفرق في الدوري المصري بدات تتجه تشوف تغير لاعب او اثنين. اللاعب الافريقي بياخد وقت لغايه ما يتاقلم في الدوري المصري. الدوري المصري بالنسبه له ليس بالدوري السهل،
اللاعب الافريقي خصوصا اللي جاي من القاره الافريقيه بيتنقل للدوري المصري، ظروف المعيشه متغيره، الحياه أي متغيره. ايمن الصفاقسي لعيب كبير اكيد، ايمن الصفاقسي لاعب يعني مع النجم الساحلي، برز بشكل كبير مع النجم الساحلي وعمل اداء كبير الموسم الماضي في الدوري التونسي، سجل 9 اهداف، بيتواجد داخل منطقه الجزاء في اماكن حاسسها يقدر يسجل من خلال الاهداف، سجل هدفين من حتى الان اكيد قدم نفسه. حتى ايمن الصفاقسي يا كابتن هتتفرج عليه بيسجل اهداف، يعني ايمن الصفاقسي هتشوف هتلاقيه مسجل عدد كبير من الاهداف يعني في حتى نهايه الدوري، حتى في الدوري التونسي ما بيأديش بالاداء اللي يعني اللي ما بيكونش ابرز اللعيبه في الفرقه، لكن بيقدر يسجل اهداف وبيقدر يخلي فرقته تاخد ال3 نقط. الجزيري هتفوق على عمر؟ اكيد سيف الدين الجزيري وجوده في منتخب تونس عطيله دعم بشكل كبير، منذر الكباير مدرب منتخب تونس بيدعمه بشكل كبير جدا، خلاه ينضم في المرحله الاخيره كلها في التصفيات، تقريبا سجل 5 اهداف مع منتخب تونس حتى الان، خلال مشاركته في التصفيات المؤهله لكاس العالم، هيتواجد في بطوله افريقيا، متواجد معاهم في البطوله العربيه، لعيب تقيل سيف الدين الجزيري. طيب نطلع فاصل ونرجع برضو بعد الفاصل نكمل حديثنا مع كابتن هشام حنفي وماهر جنينه بعد الفاصل. ارجع برضو ما يخص الامم الافريقيه وان هي في الكاميرون. ماهر اخر مره كده انت انا قلقان وراحه وعروض والقصه. حتى الان يا كابتن سيف في انقسام داخل الاتحاد الافريقي رغم الوعود اللي اعطاها باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي بوجود انفانتينو رئيس الفيفا في الاجتماع الاخير في القاهره. الاثنين اتكلموا وقالوا لا البطوله في الكاميرون، الكاميرون جاهزه بنسبه 95%، لكن ما زالت بعض الشكوك هناك. في عرض كبير جدا مقدم للاتحاد الافريقي لتنظيم بطوله امم افريقيا في قطر، اللجنه المنظمه بس وجود رئيس جديد للاتحاد الافريقي جاي من دوله افريقيه قويه كبيره، يعني فاهم قصدي ان انت تكون اول بطوله مطلعها كابتن سيف. حاجه نقطه بسيطه كده بتبين لنا ان باتريس موتسيبي ماشي ورا انفانتينو في كل حاجه. النهارده بطوله امم افريقيا هتقام من 6 يناير ل 9 فبراير وكاس العالم للانديه يوم 3 فبراير. منتخب مصر وصل للمباراه النهائيه، لعيبه النادي الاهلي مش هتشارك في كاس العالم للانديه. والقصه دي تفضل على كده؟ اكيد النادي الاهلي تقدم بشكوى اليوم للاتحاد الافريقي وللفيفا، رد الفيفا جاء ان هو خاطب الاتحادات القاريه كلها وافقت على التواريخ دي ازاي؟ يعني النقطة دي تحديدا بتورينا ان الاتحاد الافريقي اتحاد يعني غير منظم غير منضبط، ان حدث زي دوت يقام اثناء بطولة امم افريقيا لا يؤثر على النادي الاهلي بشكل كبير. صح. اذا وصلت مصر ان شاء الله للمباراة النهائية الفيلم مش موجود اكيد. طيب نروح بقى للكابتن خالد غندور وحمد لله على السلامة. حمد لله على السلامة يا كابتن خالد. الله يسلمك كابتن سيف، ازي حضرتك عامل ايه؟ ومعلش بقى غصب عني ولكن نفسي ابقى معاكم بس ظروف الطيران معلش. مفيش مشكلة كابتن، احنا يهمنا تتفسح وتبقى مبسوط مش مشكلة. قلت برضه سيبي شاب راحته يقول له هو عايزه وكده. بقول لك ايه ده هايص، بص هايص من غيرك وعايش مرة وكل كلمة يقول لي انت فاكر اما خالد اختلف معايا في دي وما اختلف معايا في دي كده يعني. ماشي هو هرب النهارده، هو هرب بس انا سايب سيف معايا برضه، سيف معايا قد ودود. لا ما تقلقش يا كابتن ما تقلقش مكانك ما تقلقش. عايز برضه انا استغل كده وجودك لان كنت بتكلم دلوقتي مع هشام بما يخص قصه وماهر وكده الاهلي والزمالك. كارتيرون شايف انهم كمل في الزمالك ولا في وجود مدرب عالم الامور تختلف من وجهه نظرك؟ والله ما حد يعني يعني على حد علمي انهم كمل، معرفش بقى اختلاف الظروف ممكن تغير وجهه نظره الله اعلم يعني، لكن انا عارف ان هو كان حابب الزمالك وحابب يقعد في الزمالك وما عندوش مشكله ان يقعد في الزمالك. هل بقى الاستقرار عدم الاستقرار في وجود انتخابات في حاجات كده ممكن تغير من وجهه نظره؟ هل عدم رغبته في وجود مدرب عام اصرار الاداره على وجود مدرب عام ده ممكن يغير رايه؟ الله اعلم، بس هو في النهايه معاه تعاقد. صح، اذا انهى التعاقد هينهي التعاقد بشرط جزائي يعني. كابتن خالد ما يخص برضه عواد وان هو بديل ابو جبل ونادي الزمالك دفع ثمن ان ما لهوش حارس مرمى في المنتخب، شايفها ازاي؟ والله ابو جبل حارس كبير جدا، انا شايف يعني ابو جبل حارس كويس جدا، يمكن ماتش الاهلي والزمالك اثر عليه شويه نفسيا، وعواد برضو من الحراس الكبار يعني، لكن هي انا وجهه نظري ممكن بطوله العرب مثلا ممكن هي دي اللي ما بقاش فيها حارس من الاثنين يعني، لكن اعتقد ان بطوله الامم اكيد هيكون في حارس من الاثنين اعتقد يعني. ان شاء الله باذن الله يا كابتن الف حمد لله على السلامه ومستنيينك ان شاء الله باذن الله بقى الحلقه الجايه وماسك هشام اقول لحد ما تيجي ما تقلقش.
الله يخليك، سلمني على ماهر عشان ما سلمتش عليه. ماهر حبيبي يا كابتن فادي، وان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي نبقى مع بعض باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وعايز اقول بس يعني الف مليون سلامه الاسلام الشاطر، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب يا رب. الف سلامه الاسلام الشاطر يا رب يا رب. حبيبي الحمد لله على السلامه يا كابتن خالد. بشكرك شكرا جزيلا كابتن خالد الغندور. الف سلامه طبعا للكابتن اسلام الشاطر نجم النادي الاهلي ونجم الاعلام، وربنا يا رب يقومه بالسلامه. عندك اخبار عن اسلام؟ انا كلمت مراته النهارده والحمد لله قام بسلامه. ان شاء الله بكره باذن الله يعني يكون يخرج ويرجع البيت ويرجع يلعب معانا كوره ويتنطط تاني. الحمد لله يعني اطمنت منها بصراحه يعني. فالف مليون سلامه يا اسلام، وان شاء الله ترجع بالسلامه يعني. يا رب ان شاء الله باذن الله. ما يخص حته كاس العالم وكاس الامم الافريقيه دي، رايك فيها ايه؟ كاس عالم الانديه ما هو زي ما قال ماهر يعني، موضوع التخبط الاتحاد الافريقي ده مش تخبط، انت عارف ده يعني تسع لعيبه ما فاهم. بس هي في النهايه تنظيميا من الاتحاد الافريقي نفسه هو مش عارف ازاي يعني، هو مش عارف ينظم بطوله، ولا هو مش عارف يعني يخاطب الانديه، ولا هو مش عارف توقيت كاس العالم الانديه. ما احنا مش عارفين هو، ولا هو عارف ومطنش. صعبه دي شويه يعني، صعبه ماشي. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديث. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. ماهر يعني النهارده تكريم او تقييم النهارده ميسي الافضل في العالم، متوقع بالنسبه لك؟ اكيد ميسي نجم كبير، العالم كله بيحب ميسي. ميسي وصل لمرحله من النجوميه ومرحله من العالميه، مفيش لمرحله محدش من اللعيبه في العالم وصل لها قبل كده. ميسي الاعلى اجرا في العالم، الاعلى تسويقا في العالم. النهارده انتقال ميسي لباريس سان جيرمان كان حاجه على عكس المتوقع، انه يترك برشلونه وان هو يتواجد في باريس سان جيرمان، فكان وضع طبيعي ان ميسي يحصل على الجائزه. وضع طبيعي اكيد اكيد، ميسي يعني نجم كبير، لكن غير الطبيعي ان محمد صلاح يتظلم وياخد الرقم 7. توقعاتك ان هو هيجي في رقم كام؟ اكيد محمد صلاح يعني يزاحم ميسي اكيد على الاقل المركز الثاني يعني. اكيد كان يعمل ايه؟ يكون متواجد على الاقل في المركز الثاني محمد صلاح. متواجد في المركز الثاني اكيد. كابتن هشام. كابتن سيف. ميسي جايزة كبيرة طبعا اكيد. بس كان نفسي اشوف صلاح يعني بصراحة. صلاح بقى في حتة تانية، وصلاح نجم كبير يعني العالم كله بيتكلم عليه، فاكيد احنا يعني زعلانين. ميسي رقم كبير جدا كارقام، كلاعب كبير جدا، امكانيات عالية جدا، لكن في النهاية صلاح خلاص خلى العالم كله. انت عارف ان صلاح النهارده كان في فرنسا؟ مالكش؟ لا ما انت عارف ان هو النهارده كان في موناكو النهارده؟ بياخد جائزه القدم الذهبيه في اماره موناكو الفرنسيه. طب هل دي مرتبطه يعني، انا كنت سامع حضرتك بتتكلم، هل دي مرتبطه ان هو ما راحش 2019؟ يعني هل دي مرتبطه ان هو كان في ايطاليا؟ انا بيقول بس انا مش يعني انا مش عارف، انا ما اعرفش التقييم ايه. خلي بالك ان التقييم اكيد بيخش فيه تسويق وبيخش فيه حاجات كتيره جدا انا مش عارفها. في التقييم الرسمي ان هو عن طريق الصحفيين وعن طريق حاجات كتيره، ولكن هل لغه الارقام بتقول كده؟ ما اعتقدش، ولكن هو اكيد بيفكر بتفكير تاني. اللقطه دي عملها كريستيانو برضو السنه اللي فاتت في نفس التوقيت، صح. في 2019 كان بيكرم ميسي وهو كان بياخد احسن لاعب في ايطاليا في نفس التوقيت في نفس الساعه بالظبط. ما هي زي ما حضرتك بتقول بقى، هي ليها ابعاد احنا مش فاهمينها. هل رعاه؟ هل صحفيين؟ هل سبونسر كتير محتاجين ميسي هو اللي ياخد الجائزه؟
اكيد بيتدخل فيها. انا خلي بالك بس انا عايز اقول دايما برضو ان خلينا نفرق ما بين العاطفه وما بين الصح. هل الصح ان صلاح يتواجد وهو السابع في الحفله دي، ولا الافضل ان هو ما يروحش ويوم ما يروح يبقى هو الفائز؟ لا هو ظلم، هو ظلم، هو ظلم ان هو يبقى السابع. ما هو هل يعني بقى هل ان هو كان يتواجد وهو السابع ولا ما يتواجدش وهو السابع؟ لا ما يتواجدش، ما يتواجدش هو السابع. في النقطة دي تحديدا كابتن سيف برضه عايز اتكلم فيها، نقطة عدم تواجد محمد صلاح قبل كده برضه في جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2019 اللي اتقامت في يناير 2020، محمد صلاح لم يحضر أثناء فوز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا. وجود محمد صلاح مهم في المحافل الدولية، لكنه يتواجد في حفل يعني البالندور وان هو ما يكون تصنيفه السابع، لا ده ظلم لمحمد صلاح. اعتقد محمد صلاح لو كان من الثلاثه الاوائل كان تواجد في الحفله. هل من وجهه نظرك يا ماهر بيحصل يعني بيحصل حديث مع النجوم، انت هتيجي وهتبقى رقم كذا، انت هتيجي ولا هي كلها مفاجاه زي ما بنشوف؟ لا لا لا، بيبقوا عارفين وعارفين ارقامهم وعارفين تصنيفهم يعني بيبقوا كام من الاول للثالث، كل لاعب بيبقى عارف ان هو هيكون هو اللي هيحصل على الجائزه او مش هيحصل عليها، بتبقى الامور معلنه بالنسبه لهم. يعني باريس سان جيرمان فريق يعني مش ناقص حاجه بقى، يعني عمل كل حاجه في الشغلانه. ناقص صلاح. مش يعني ما اعرفش يعني اسامي كبيره جدا جدا. دي حقيقه. فرقه تقلت قوي كمان، صلاح نقل ميسي بقى كمان نقل ان الناس كلها تشاهده وتتفرج عليه في فرنسا، خلاص الناس كلها كانت مرتبطه بالدوري الاسباني، الدوري الاسباني كان الاقوى في العالم. الفترة اللي فاتت لان وجود كريستيانو مع صلاح كان مع ميسي، شوف صلاح مين يتكلم على صلاح، لان هو صلاح فعلا مظلوم يعني في القلب، في القلب فعلا العاطفة هي الغالبة يعني. لكن كان دوري قوي، انت بتبقى قاعد مستني ماتشات ريال مدريد وبرشلونة. النهاردة لما الاثنين مشيوا الدوري الاسباني انا اعتقد ان صح بقى صعب يعني، وقل يعني بشكل كبير. قل بالظبط، قل تسويقيا كتير. بي اس جي كان في احتياج لكريستيانو؟ صعب، لا صعب. مش كريستيانو. هو في فريق يشيل كل النجوم دي؟ وارد. تشيلسي يعني بص شوف عامل ازاي، تشيلسي فرقه قويه جدا جدا، امبارح عملوا ماتش عالمي، ففرقه جامده جدا جدا جدا. لو في النجوم دي في فرقه المهم الاداره الفنيه واداره النادي، الاداره نفسها هي كابتن سيف، الحاجات دي بتفرق معاها بشكل كبير. انك تبقى مسيطر على النجوم دي كلها. صح، المهم ان السيطره. صح، اصل دايما يقولوا يعني الفرق اللي فيها استوات كتير ما بتمشيش. لا انا ما ولا ده عندنا بس، باين عندنا احنا بس كده عادي، مفيش مشكله. صح يعني. هل السوق الافريقيه الفتره اللي جايه هيكون فيه لعيب كتير جدا في الـ في الـ في الـ في الدوريات دي؟ عايز بس في كلمه واحده تحديدا الدوري الفرنسي ده، يعني كل النجوم الافارقه بيبداوا حياتهم في اوروبا عن طريق الدوري الفرنسي. الدوري الفرنسي، الدوري الفرنسي. ماهر بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن هشام، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. خلصنا حلقتنا النهارده، بشكركم شكرا جزيلا، اشوفكم ان شاء الله باذن الله على الف خير.